وبينضم لنا عبر الهاتف كابتن عمرو الحديدي نجم الاهلي السابق. يا مساء الفل على حضرتك يا كابتن، اكيد منورنا النهارده هنا في اخبار اون تايم. يمكن ما كملناش بقى كلامنا في الراديو، فكان لازم يعني اصريت انك تكمل الكلام معانا النهارده عن اللقاء الهام والمرتقب اكيد بالنسبه للنادي الاهلي في مونديال الانديه، اللقاء اللي هيجمعه بسياتل ساوندرز الامريكي النهارده الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. اكيد يعني لقاء مهم، مواجهه اكيد صعبه الى حد ما، وطبعا هي دي البوابه بتاعت النادي الاهلي ان هو يقابل ريال مدريد ان شاء الله في نص نهائي البطوله. ويمكن برضو هي دي البوابه ان النادي الاهلي اكيد عنده طموح كبير قوي ان هو كمان يتخطى اكبر انجاز حققه في كاس العالم للانديه المركز الثالث او الميداليه البرونزيه، اكيد عنده طبعا يعني طموح ان هو يحقق مركز افضل من ده بكتير. مساء الخير يا شيماء، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. منورنا. الله يكرمك، ربنا يكرمك. بصي، النادي الاهلي احسن حاجه، يمكن انت في المقدمه دلوقتي كنت بتقولي ان الخواجه او مستر كولر بيشتغل كل مباراه على حده، ما بيبصش لابعد من كده. هو ده الراجل الاسلوب بتاعه اللي فرضه على لعيبه النادي الاهلي. صحيح. فكر في المباراه من بعد ما تنتهي المباراه الاولانيه، كان هو مدي رياحيه معينه وفكر معين لاوكلاند سيتي، حقق اللي هو مطلوب من نتيجه وانجاز واداء. مجرد هو في غرفه الملابس ابتدى يفكر في المباراه اللي بعدها، ويمكن من خلال المباراه ابتدى يريح السوليه، ابتدى يريح عبد القادر، ابتدى يريح شريف، عشان المباراه الثانيه هيبقى فرق منها وما بين المباراه الاولى يومين بالظبط، مش هيلحق يعمل حاجه غير انه يريح لعيبته ويصحح الاخطاء ويعلي نقاط القوه اللي هو هيشتغل عليها في مباراه ساوندرز النهارده. صحيح. المدرسه اللاتينيه اللي الاهلي هيلعبها هو عارفها كويس قوي، عارف امكانياتها وعارف اللعيبه بتاعت امريكا الجنوبيه والمهاره والقوه والالتحامات. في نفس الوقت هو مش ناسي امكانيات النادي الاهلي، مش ناسي صحيح. قدرات لعيبته. هو زي ما هو بيحترم الخصم بيجبر الخصم للاحترام بيه. هو حقيقي. عارف امكانيات لعيبته كويس قوي. حقيقي. وعارف هيشتغل ازاي. يمكن حضرتك عرضت على الشاشه شكل التشكيل، ما فيهوش اختلاف. بس زي ما انا قلت لحضرتك يمكن في راديو الصبح، الراجل بيشتغل بثلاث مراحل، ثلاث محاور معينه، بيقسم البدايه المباراه لاول تلت تاني تلت وتالت تلت. وكمان انا افتكر من كلام حضرتك انك قلت لي التلت الاول من اللقاء دايما هو بيتابع بيشوف المباراه ماشيه ازاي، بيقرا اللقاء كويس وبيقرا المنافس كويس وبناء عليه بيكمل بقيه المباراه. احنا متعودين يا شيماء في مصر ان جس النبض بيبقى اول 10 دقايق بس. لا 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 لا، الراجل بيشتغل تلت ساعه كامله جس النبض، اللعيبه كلها تحت الكوره، النقل الكوره من رجل لرجل. بعد كده التلت التاني بيشتغل على نقاط القوه عنده بجبهات، اذا كان حسين وهاني او عبد القادر ومعلول، بشرط عدم زياده علي معلول واستعمال المهاره لاحمد عبد القادر ان هو يبقى بامكانيات واحد على واحد يقدر يخش الصندوق يشتغل ازاي. صحيح. بدايه الشوط لو احرز هدف في الشوط الاولاني خلاص بيبتدي الشوط الثاني بقى بالضغط، الكتله واحده النادي الاهلي، مع الاحتفاظ ان انا لو ما كسبتش ما اخسرش، يعني ما افقدش. يعني مثلا يوم ماتش اوكلاند كان الاهلي بيضغط بيضغط، بس المرتد ممكن يعمل لي مشكله. أكيد. هو عشان كده بيدور على نقطه الارتكاز اللي تربط كل لعيبه النادي الاهلي في الو ديانج، ان هو يبقى مع متولي ومع محمد عبد المنعم، عشان بيبقى في زياده لمحمد هاني وفي زياده لعلي معلول. تملي بيدور على الحته دي وبيدي اريحيه للسوليه وحمدي فتحي، ان هم التسديد، اجاده العاب الهواء، التمركز حوالين قوس ال 18 في الحته الهجوميه الخاصه بفرقه ساوندرز الامريكي. دي مهمه قوي الناس تبقى حاطه في حساباتها. الاهلي بيهاجم باسلوب عصري، اللي هو ايه؟ مش ضاغط مره واحده وافقد مره واحده، لا، بضغط في نفس الوقت ببقى تحت الكوره اما بفقد الكوره. وبشتغل من الاطراف وبشتغل بامكانيات المهاريه اللي خاصه بحسين الشحات واحمد عبد القادر. صحيح. طيب خلينا نرجع بس ورا المباراه اللي فاتت، اوكلاند سيتي اللي قدر النادي الاهلي ان هو يفوز فيها بثلاث اهداف نظيفه. يمكن البعض كان بيروج لفكره ان الفريق النيوزيلندي اصلا فريق ضعيف، ونسي خالص ان لعيبه النادي الاهلي عمل مباراه كويسه جدا 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 فنيا وتكتيكيا، وظهر كمان اكتر من لاعب بشكل مميز. شفت اللقاء ده ازاي؟ وشفت ايه كمان المكاسب من اللقاء ده عشان النادي الاهلي يقدر يكمل مشواره في مونديال الانديه؟ احنا تمام لما بنيجي نتكلم ما قبل المباراه قلنا الفرقه دي لعبت برشلونه وتعادلت معاها وسببت لنا ازعاج. صحيح. بعد ما الاداء تم والاهلي حقق النتيجه، دي فرقه متواضعه عشان كره نيوزيلندا عاديه. احنا ما بنعرفش نكبر، بنعرف نكبر الفرق اللي قصادنا وما بنعرفش نفخم امكانياتنا. احنا صحيح. ما بنعرفش. صحيح. احنا دلوقتي بنقول ان الراجل اتعامل مع المباراه زي ما قلت لحضرتك مقسمه لثلاث مراحل. خد من المباراه اللي هو عايزه بهدف حسين الشحات من اول المباراه. صحيح. بعد كده فرض سيطرته على المباراه بالكامل.
نسبه الاستحواذ من تقييمي 70 30 بل 75 25 ما يمكن ما شفناش الشناوي ولا سمعنا اسم متولي وعبد المنعم نهائي. صحيح. الاضافه الثانيه الروح اللي ظهرت لعيبه النادي الاهلي، التكالنج اللي بيعملها محمد هاني، الربط مع حسين الشحات، حسين يضغط محمد هاني يغطي، هاني يزيد حسين يغطي، ما كناش شايفين مهام معينه في نص الملعب كان عامل روتيشن. صحيح. التدوير اللي هو عمله في الاول خالص، اول لما جه بقت الناس تقول هو بيعرض لعيبه النادي الاهلي، هو مش عايز يثبت تشكيل، لا دلوقتي بقى في مليون حاجه، ثقه كولر في امكانيات لعيبته، ثبات التشكيل وطريقه اللعب، ارتفاع معدل البدن لعيبه النادي الاهلي بقى واضح للناس كلها، الروح والضغط اللي هي بقت كتله واحده، وفره البدلاء اللي يقدر يستعملهم في اي دقيقه بيستحوذ فيها كولر على مجريات المباراه، وفي اي وقت بيفقد الكره عنده البدائل اللي تقدر تحلله. صحيح. عنده مجموعه حاجات، عوده كهرباء، عوده التهديف لمحمد هاني، ارتقاء مستوى الاداء وارتفاعه بالنسبه للفردي والجماعي، بقى في كيمياء لايقه ما بين كولر بشخصيته ولاعيبه النادي الاهلي، واعتقد ان المسافه احنا ماشيين من الاسبوع ال 16 في مصر 11 مكسب 4 تعادل، الراجل ولا ال 15 اسبوع الراجل وصل للي هو عايزه، ان انا بحقق لنفسي عدم الهزيمه عشان النفسيه بتاعت اللاعب، وفي نفس الوقت عينيا على بطوله كاس العالم للانديه اللي الناس شككت في مروحي ليها كوصيف لبطوله افريقيا، انا بحقق كل حاجه على حده وباخد من كل مباراه الملف بتاعها اللي انا رسمه. صحيح. ما بحبش ابص للابعد. صحيح. خليني اسالك عن بيرسي تاو بالتحديد، هل من ممكن ان النهارده يبتدي بيه كولر المباراه ولا لا؟ بصي، هو الراجل كان عنده نسبه ذكاء طويله المدى شويه، اللي هو ايه، نزل بيرسي تاو في الوقت اللي هو محتاج يشوف بيرسي تاو في اخر 10 دقائق في ماتش اوكلاند. صحيح. الراجل احرز هدف فدخله في الجيم اللي هو ايه، استبعد من حسابات تاو 70% من الضغط العصبي. صحيح. الاعتماد قدر ان هو يديله ثقه كبيره مرة جدا تانية. صحيح. بالظبط كده، نمره 3 وهي الاهم. تاو بعد ما رقص رقصته، بص الرياكشن لانفعاله على الجماهير، انا موجود، انا كويس، انا لعيب. حقيقي. الراجل وثق فيا. حقيقي. بس في نفس الوقت الراجل بكتر اصاباته خلى الجهاز الطبي يخلي تاو سليم تماما، مش 90% لا 150%. صحيح. عشان احكم عليه صح. فدي اعتقد ان هو احد الاوراق اللي هتبقى فيها حل، وهنرجع لاول الكلام، المهاره والشغل الفردي بيشمل عبد القادر، حسين الشحات، تاو، كهربا، شريف، قفشه، عنده مروان، عنده لعيبه تقدر تحل ده. صحيح. طيب فريق سياتل ساوندرز الامريكي اللي هيلعبوا النهارده النادي الاهلي عنده 4 لعيبه دوليين، منهم 2 في منتخب امريكا ولاعب في الكاميرون ولاعب تاني في الاكوادور، تفتكر المواجهه معاه يعني هتكون اصعب شويه من اوكلاند سيتي؟ احنا برضو واحنا بنتكلم عن اوكلاند سيتي، يمكن من كلام حضرتك شايف ان هو اوكلاند سيتي كان فرقه كويسه، ولكن ما كانتش الفرقه اللي احنا كنا مكبرينها قوي قبل لقاء النادي الاهلي. فبالنسبه بقى للقاء النهارده، هل شايف ان فريق سياتل ساوندرز فريق كبير وقوي قصاد النادي الاهلي، ويكون ند صعب قصاد النادي الاهلي النهارده؟ لازم نبقى مقتنعين ان لاعب واثنين وثلاثه مش هم اللي هيعلوا كفه فرقه كامله، ولا بتكلم عن كريستيانو، ولا بتكلم عن ميسي، ولا بتكلم عن بنزيما، ما بتكلمش عن لاعب ليه صولات وجولات في 50% من امكانيات الفرقه. لا، انا برضو هحترم كل الفرقه، وعينيا هتبقى موجوده بمنظار معين على الاربع لعيبه اللي انا بتكلم عليهم، اللي هم لعبوا في منتخب امريكا وفي كولومبيا وفي الكاميرون، على دماغي من فوق ما فيهاش مشكله. بس في نفس الوقت على قد ما انا بركز وبحترم امكانياتهم، بجبرهم بالاحترام ليا انا. صحيح. هنفذ شغلي، والتزام لعيبتي هو اللي هيعلي كفه. بص الراجل ماسك الملف بكذا شكل، الالتزام، الاداء، النتيجه. أكيد. ما تحققوش يبقى انا بفكر في ضربات الجزاء، حتى دخل في التدريب فيها عشان يبقى عنده الملف بالكامل. أكيد. ما كسبتش، ما خسرش، وصلت ضربات الجزاء، يبقى ركله الجزاء اللي هي ضربات الحظ، يبقى هنا هستعمل تعليه المستوى النفسي لمحمد الشناوي عشان يبقى هو اكتر واحد. أكيد. بيبز الثقه اللي يكون هو المفتاح. صحيح. بالظبط. طيب. كده. طيب طريقه لعب الفرق الخاصه بامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه بشكل عام بتعتمد دايما على السرعه وعلى القوه البدنيه، هل مستر كولر محتاج ان هو يلعب النهارده بثلاث لعيبه في وسط الملعب ولا لا؟ بصي، هو في وقت ما انا هيبقى معايا الكره هبقى بستحوذ على مجريات نص الملعب، وبزيد في الحته الهجوميه بحسين وحمدي وشريف والسوليه وعبد القادر، في الحته الدفاعيه انا مخلي مراحل
بشتغل بشريف ثابت وحسب اتجاه الكره بيبقى عندي مرونه للتغيير الترحيل. صحيح. راحت ناحيه اليمين يبقى عبد القادر جنبي السليه جنبي حمدي جنبي الوديان، راحت ناحيه الشمال راح حسين مع شريف مع السليه مع حمدي مع ديانج مع محمد هاني. هي مجموعه ترحيل، هي مش كيميا يا شيماء. موضوع هم 11 واحنا 11، هم حقيقي. مش 22 واحنا 11. هي الفكره التركيز، عدم اذا كنا بنقول احنا بنلعب كوره وانت كنت موجوده ورامي معاكي بتقول كلمه مهمه جدا، ان لما تيجي تضغط البقره ما تكرش، ما يبقاش حد ضغط غلط فالباقي كله يخرج بره اللعبه. لا، لازم نبقى كتله واحده ونشتغل على جبهات باسلوب راقي ومضغوط، واعتقد هو شرح دوت في محاضرته وهيشرحه النهارده في المحاضره النهائيه قبل المباراه. اكيد كابتن عمرو الحديدي نجم نادي الاهلي السابق، اكيد نورتنا النهارده في اخبار اون تايم. بشكرك جدا على وجودك معانا وعلى وقت حضرتك.